مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية. في وجهه نظر الدفاع عن النفس من افضل حاجه ممكن الاهل يقدموها لاولادهم، وده عشان يدافعوا بيها عن نفسهم في حاله التعرض لا قدر الله للخطر. لما الطفل يتعلم الدفاع عن نفسه بيزيد ثقته بنفسه، وكمان بيبقى عنده القدره او التحكم في التنفس. عشان كده في كتير جدا من تقنيات واساليب التعليم للاطفال في الدفاع عن النفس اللي هنعرفها النهارده مع الكابتن عبد الرحمن فرعون، بطل مصر 4 مرات في الملاكمه. اهلا بيك يا كابتن، منورني. وطبعا لازم ارحب بالجمال اللي معايا النهارده، اياد وجودي صح اللي منوريني في الاستوديو، واللي كمان هنشوف النهارده الحركات اللي حضرتك هتطبقها عليهم. ففي البدايه طبعا عايزه اقول لحضرتك ان الدفاع عن النفس للطفل شيء مهم، خاصه ان مهم جدا ان الطفل يعرف ان لو تعرض لخطر يبقى عنده ثقه في نفسه انه يتصرف، لان في اطفال بيبقوا عندهم شويه خوف مهما كان الموقف بسيط وممكن يتصرفوا، خوفهم بيخليهم يتعطلوا وما يعرفوش يتصرفوا. اه بالظبط. هو الرياضه عموما يعني حتى الرياضه الدفاعيه او اي رياضه عامه في السيكولوجي بتاع الطفل بيأثر عليه، اللي هو بيديله الثقه في نفسه طبعا، بيأهله اللي هو يكون متكلم، بيأهله اللي هو يكون عنده ثقه في اي حاجه بيعملها، حتى لو في الدراسه، مش لازم في اي حاجه في الحياه العمليه بتاعته، بحيث اللي هو بيقدر جسمه، بيقول لك العقل السليم في الجسم السليم، بحيث اللي هو لما يبقى جسمه قوي او جسمه رياضي بيبقى ثقته اكتر بنفسه. حضرتك بتلعب رياضه وانت قد ايه تقريبا؟ هو انا بادئ رياضه من ثانوي عام، مش من بدري. اه بس كان الرياضه عموما في بدري كانت كاراتيه، بس ما كانش كان هافن قوي يعني بالنسبه وانا سن صغير. ما كانش حاجه اساسيه، ولكن ما كانش التوعيه بالنسبه للرياضه زي الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. يعني احنا الفتره اللي فيها دلوقتي بنمرن رياضه، مثلا انا شغال مع سن صغير كده سنتين وسنتين ونص، عندنا دلوقتي تيم اكتيفيتي بنمرن في حضانات. لا، والاهالي دلوقتي بقى عندها وعي اكتر، بقى عندها والنوادي وبقوا يودوا ولادهم حقيقي. بالنسبه مثلا اللي احنا لو هنتكلم في لعبه جمباز، فاللعبه دي بتناسب سن صغير. اللعبة دي منتشرة جدا، بدأ انتشارها تكتر قوي عن السنين اللي قبليها، المعدل بتاعها بقى معدل مثلا أكتر من 70% انتشار عن الأول. حضرتك بتعلم إيه للأطفال؟ يعني أنا مدرب عام جمباز فني، وبمرن فيتنس وكيك بوكسينج وكروس فيت. حلو جدا. ويعني ممكن نقول الدفاع عن النفس هنا يعادل رياضة الكاراتيه اللي الأهالي كتير بيبقوا حابين ولادهم. آه، هو كاراتيه او كونغ فو او ايكيدو او كيد بوكسينج، اي العاب من الالعاب القتاليه او الدفاع عن النفس اوريدي كلها بتعلم الاولاد. حضرتك اللي بتدرب اياد وجودي، وجودي اه صح؟ الكابتن بيدربكم؟ بتبقوا مبسوطين بقى وهو بيدربكم؟ ايوه. طب ايه الحركات اللي الكابتن علمها لكم وانتم شاطرين فيها؟ قولي يا اياد، انت عندك كام سنه يا اياد؟ 6. 6 سنين بحالهم؟ سنه كام بقى؟ في كي جي 2. وانت يا جودي عندك كام سنه؟ عندي 6 سنين برضو في كي جي 2، ولا انت شكلك اكبر؟ انت شكلك اكبر من انا سنه ثانيه. طيب قولي لي، يلا نشوف مع الكابتن ممكن ايه الحركات اللي هيعملها عشان لو تعرضنا لخطر او حد حاول يخطفنا من ماما ولا من بابا بعد الشر، ايه التصرف اللي المفروض نتصرفه؟ يلا يا كابتن اوكي تورينا. ماشي، بس نبدا مع اياد الاول. يلا يا اياد، يلا عايز اشوف القوه. ما هو اياد دلوقتي انا همثل دور الخاطف وجاي اخطفه، تمام، واياد واقف، فانا بقى اول ما بحط ايد على اياد تلقائي بيعمل حركه سهله جدا، اللي هو بيكلبش في رجل اللي بيخطفه، بيكلبش جامد جدا، وانا بحاول امسكه. يعني الحركه دي اول ما بيحس بخطر بيكلبش، بيكلبش خلاص ثابت في الارض. هو بيصرخ كمان، فبينده على بيبقى معاه المده اللي هو ينده على اهله او ينده على حد وحد ياخد باله، وفي نفس الوقت الخاطف ما قدرش يخطفه ويجري بيه على طول، لا هو ثبته في الارض اللي هو كلبش في رجليه جدا. جميل. في حركه ثانيه دفاعي واقوى اللي هو، بس اكيد دي الحركه دي هتبقى صعبه عن الحركه الثانيه، اللي هو مش هيقدر يعمل، مش اي حد هيقدر يمثلها او اي حد هيقدر يعملها، ان الحركه دي هتناسب اي سن واي حد حتى لو ما بيلعبش رياضه. في حركه ثانيه، حركه دفاعيه اللي هو بيعجز الناس اللي هو بيخطفه، بيعجزه بالضرب. ازاي بقى؟ هنشوف مع جودي. يلا يا جودي. يلا يا جودي. في اللي بيخطف ممكن بيتجه لمسك المعصم وبيضغط على المعصم جامد عشان يوجع الطفل، فهو الطفل بيقعد كيرف لورا ويبدا يضربه في اسفل الفخذين. لا، ده جودي مستعده جدا. اه
فهو بيميل ويمسك نفسه وبتنزل بالسيف برافو وتهرب منه بسرعه. برافو جودي. برافو عليك. ماشي يا فندم. دي في حاله ان الطفل حس انه تعرض لخطر او حد عايز ياخده. بالنسبه للمسكه سريعه يعني المسكه اول ما بيلمسه من هنا مثلا بيمسكه من بقه عشان يكلموه فهو بيسقط تحت. اوكي كلبشه في الارض كلبش رجليه فثبت اللي بيخطفه حتى لو الطفل ده طويل او قصير او سنه صغير فوريد الحركه دي هتمشي مع اي حد. في حركه ثانيه دفاعيه اللي هو بيهجم على على الخاطف اللي هو بيضربه ملتقى الفخذين او في البطنه فبتوجعه فبيميل فبيديله بالسيف اليد اقوى وبيلحق اللي هو ياخد وقت اللي هو يقدر يهرب منه. طبعا احنا برضه عايزين نوضح ان دول هيبقوا اطفال الضربه بينهم مش هتوجع ولكن هم بينقذوا الموقف لحد ما اللي حواليهم ياخدوا بالهم او يحسوا بيهم. تمام. طب يا كابتن برضه قول لنا عدد الاقبال بقى في عند حضرتك يعني الاطفال كتير عايزين الاهالي عندهم وعي انهم يعلموا ولادهم رياضه زي دي. طبعا احنا الفيديو ده اللي احنا كنا عاملينه في الاول عن الحركه كنا عاملينه علشان توعيه مش اكتر يعني مش حكايه اللي احنا نعلمهم لعبه دفاعيه او اي حاجه لا احنا شفنا حالات خطف كتير بقت بتحصل كل يوم فبالتالي انا الفكره كانت جايه لي قوي اللي هي بتاعت الرجلين دي وشفت شفت فيديو الجماعه اللي هي الكلبشه اللي هي الفكره كانت في دماغي اقوي بس ما كانش ازاي تنفيذها فانا شفتها بالصدفه على النت وكده جماعة اليابانيين بيعلموها فعلا في المدارس وفي كل الاماكن الحركه دي هناك ثقافه من اول ما الطفل تقريبا دي بيعرف بالظبط من اول ما الطفل في المدرسه او في حضانه سنه صغير ازاي يدافع عن نفسه فطبعا الحاجه شدتني قوي فانا قلت لازم انا ابدا بالمبادره دي اللي انا ايه اعلم الاولاد فانت عملت مبادره مبادره ان الاطفال يدافعوا عن نفسهم ازاي ازاي نعمل اي حاجه سهله خالص حركه سهله جدا زي الحركه بتاع الكلبشه دي واهرب ما خليش الخطف ده يبقى محاولته 100% اللي هو يعرف يخطفني بسرعه حقيقي. طب يا كابتن قول لي الولد يفرق عن البنت يعني وانت بتدربهم عن اللعب دي بيبقى البنت شويه الموضوع مرهق ليها ولا الولد زي البنت طالما السن صغير؟ هو الولد زي البنت بس كل واحد بيبقى ليه شخصيته. انا مثلا في الرياضه عندي انا عامل حاجه اسمها دراسه مطبقه عمليه في السيكولوجي الرياضي ازاي السن الصغير ده انا مش زي السن الكبير يعني مش زيك مش زيي مش زي اي شاب ممكن ابدا بدني معاك على طول لا انا بشتغل على الجانب السيكولوجي الاول اللي انا اخلي الطفل يركز الجانب السيكولوجي اللي هو النفسي النفسي اهله نفسيا يعني. الطفل لو ما حبنيش او ما اخدش مني جرعه الحنيه اللي هو لازم ياخدها او حب المدرب اللي بيدربه عمره ما هيستجيب معايا ازاي ما احبش اضغط على الطفل جامد اديله تمرينات قويه من غير ما يكون او اديله اوردر 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 عشان ما يكرهش الموضوع خاصه انه لسه في البدايه لو انا اشتغلت على الجانب السيكولوجي قوي هيبقى نميت عنده روح الابتكار اللي هو يقدر يشتغل الحركه هو اللي يبتكر يا كابتن انا ممكن اعمل الحركه دي يعني انا مثلا بتفاجئ باياد يا كابتن انا في الجمباز انا بقيت بعرف اعمل كارتويل اللي هي العجله مثلا جودي يا كابتن بص بقيت بعمل القبه من فوق من نفسها هي حبه الموضوع حبه اللعبه طب انا عايزه اسالهم برضه هم عشان هم النهارده منوريني يا اياد ركز هنا انا الكابتن اولا انت بتحب الكابتن ولا لا بتحبه وانت يا جودي بتحب الكابتن ولا لا بحبه مش بيقول لكم بقى ويتك عليكم كده ويقول لكم اعملوا حركات زياده وانتم بتتضايقوا ولا بتبقوا فرحانين بابا فرحانين مستنيين طب قولي يا اياد ايه الحركه بقى اللي بتحبها جدا وانت وانت بتتعلم في الجمباز بتحبها قوي بقى وبتبقى عايز تكررها كتير قوي وانت بقيت شاطر فيها عجل انت بقى ابتديتي من امتى تلعبي الرياضه من كتير خالص من بقالك كذا سنه وبتبقي مبسوطه يعني وانت رايحه التمرين بتبقي بس مبسوطه وفرحانه وبتبقي راجعه مبسوطه ولا ساعات بتقولي لا انا مش عايزه اروح انا مش عايزه اروح بابا عايزه اتدرب تاني بتبقي عايزه مش عايزه تروحي طب مين اصحابك بقى بتقولي ايه لاصحابك اللي ما بيروحوش التمرين بتقولي لهم ده التمرين ده مهم وفادني وخلى صحتي حلوه بتقولي لهم ايه بقول لهم التمرين دوت حلو قوي هيخليكوا شاطرين يعني بتنصحي كل اصحابك ان هم يروحوا معاكي التمرين صح كده وانت بقيت قويه زيهم ولا بقيت اقوى منهم بقيت اقوى منهم طب بتاكلي ايه بقى عشان تبقي قويه في البيت الجزر والخيار والعنب والبطيخ برافو عليكي بتاكلي حاجات مفيده جدا
انا طبعا يا كابتن بشكرك لان هي مبادره محترمه جدا وتستحق ان احنا كنا نتكلم عنها النهارده، لان احنا مهم جدا نعلم ولادنا ان هم يحموا نفسهم من اي خطر ممكن يتعرضوا له، غير طبعا اهميه الرياضه في كل بيت مصري وان اي طفل لازم يلعب رياضه بغض النظر عن الخطر، ده بقى سيستم في كل البيوت المصريه. احنا الرياضه ممكن نمارسها في اي مكان طبعا، حتى لو المكان عندنا مثلا متر في متر، سهل جدا نتمرن الرياضه. طب حضرتك تحب تقول حاجه للمشاهدين، يعني ايه النصيحه اللي ممكن تنصح بيها الاهالي اللي بيجيبوا ولادهم في سن شويه يكونوا كبروا او ما بيجيبوهمش اصلا بالنسبه لموضوع الرياضه والجمباز بالذات؟ لان انا عارفه ان الجمباز كمان البنات دلوقتي بيلعبوه قبل ما لو عايزين يلعبوا باليه. يعني مثلا الجمباز احنا في عندنا كذا فرع للفروع جمباز، في فني وفي ايروبيك وفي ايقاعي وكده، فاحنا لو عايزين ابننا يتاهل كبطولات وكده فاحنا نبدا معاه من سن صغير. اوريدي الجمباز اللعبه بتبقى فاني قوي، يعني هتناسب السن الصغير، هيطلع الطاقه السلبيه اللي عنده. كتير من اولادنا بيحصل لهم مشاكل بسبب التلفزيون وسبب التاب والموبايل والكلام ده، وعنده هايبر اكتيف، يقول لي لا انا ابني بيتنطط كتير، ابني ليه ما نمتصش الحاجه السلبيه، ونخرج الطاقه السلبيه دي الايجابيه بالرياضه، اكيد بيساعده كتير جدا. انا بشكرك طبعا، رسالتك مهمه ووصلت، ربنا يخليك نورتني النهارده. بشكرك يا جودي وبشكرك يا اياد، نورتوني. اياد نورتني، مبسوط انك كنت معايا النهارده؟ مبسوط؟ هتقول لاصحابك يتفرجوا عليك؟ خلاص اتفقنا. مشاهدينا كده وصلت معاكم لختام حلقتنا النهارده، يا رب نكون بسطناكم وقدرنا نفيدكم، لان النهارده كان هدفنا من الحلقه ان احنا نفيدكم ان ازاي تحمي ولادكم خارجيا وداخليا من اي حاجه، من اخطار الادويه او التشخيصات الغلط، وكمان زي ما شفنا مع المدرب ازاي نقدر نخلي ولادنا يحموا نفسهم من اي خطر ممكن يتعرضوا له. ودايما بنحرص نقول لكم اهميه الرياضه، الرياضه مهمه جدا لولادكم ولازم تكون اسلوب حياه. يا رب اكون افدتكم. اي موضوع تحبوا نتكلم فيه ابعتوا لنا على صفحتنا، صفحه اطفال ولكن، واحنا دايما هنقول لكم عن الحاجات اللي تفيدكم وتفيد ولادكم، وهنشارككم بالمواضيع اللي هتبعتوها لنا على الصفحه. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير الخميس الجاي من الساعه 7 ل 8 على شاشه المحور. كنت معاكم مروه عزام، اشوفكم على خير ان شاء الله.